أخطتنا وما أقلقك؟ هؤلاء أصحاب الأخدود آمنوا بالله سبحانه وتعالى. شو أط يبقى أط كودر لجان شو وقت ذيك إلقيت كذا مؤمنة الله قال والله الرسول غير ما كبر. أرادوا أن يرجعوهم عن هذا حتى يتركوا دين الله. الله من ديننا الله من عبادتنا قايتر المزب كافر لا مش خلاص نفقه. حفروا حفر عميقة كبيرة. وضعوا فيها النيران وأرادوا منهم أن يتركوا عبادة الله سبحانه وتعالى. شو أتفاجئ تشتغل؟ نعم. هل تركوا العبادة؟ والله عبادة تشتغل والله هذا ما لا. لا. ثم كانوا في هذه الدنيا يدخلون في النيران هؤلاء أولياء الله الذين يدخلون في النيران. Bu dünyada Allah'a ibadet kılıbilecek o kişi razı olur. Hal ma'na hada en Allah la yuhibbuhum? Allah onu yaxşı görməmsə? La. Kan hada kullu'l hayr lehum fi hada'l ibtila ve'l imtihan. Belki bir şey imtihandır da hem yaxşılıq şular Allah subhanahu wa taala tarafından yapılır. İzen la bud en nesbut kema sabata'l enbiya ve'r rusul aleyhimus salatu ve's selam. Şu musibet üstüde biz ilgi peygamberle kanda hakkını olsun müstehkem tuğan olsa bizim için daha üstümüz gerek. Labud en na'lem enne kul ma asabana fehuve min Allah. Bilişimiz gerek ki her kanda biz yetken musibet Allah subhanahu wa ta'ala tarafından Allah bilir. Ve kul ma kana min Allah fehuve khayr. Allah'ın kegenlerinden hemisi bizi akıbet yakışır. Ve izâ razîna bil qadâ vel qadâ. Kazayı kadar biz razı olduğumuz olsa ما هي النتيجة؟ نتيجة بوضع يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. برئيس الله رضى رازون. وإذا رضي الله سبحانه وتعالى عن العبد هذا كان فيه كل خير. الله راضي وغم بعد استهم يصدق. إذن علينا بأن نجتمع. شنو مجن خلنا نشتغل جنب الشمس. كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليه. پیغمبر صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا جنب وغندك. احنا وصل جنب وغندك. أمس جنب الشمس كريم. لا نفترق كما افترقت اليهود والنصارى. يهود نصارى تيجي الغندك بس بشكل واقعي جاسم. بين مسلمين كريم. نكون أمة واحدة. بس هم مزبر أمة. نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر. يحصل الله بيرغم بيرمز الله شكله جدًا يندرمز. نجتمع في كل يوم خمس مرات في الصلوات المفروضة. بس شو نماز ده؟ هل كنا بس قتم جنب الشمس لازم؟ نجتمع في كل جمعة. هل جمعة؟ ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين. الله سبحانه وتعالى دعاء الشمس كركي بزدنا ومسلم الله دن مبلا يا فتني كتاس. لابد أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يضيعنا. Bilişimiz gerek ki Allah Subhanahu ve Teala çokumuzu zayıflamayın. Ve anna annana iza sabarna kana fi hada sabr en nasr. Sabırlı kısak, hakkını olsun da çırsak inşallah akıbet sabır biz. Nusret bizim. Labud en nansur ihvanel mustadafin. Aciz Müslüman kardeşlerimiz elden bulaşmamız gerek. Kolumuzdan gelsin. La yumkin annana la nansurhum. Biz onları taşıyıp çıkıp olmayız. Lakin nansurhum bima yuafiq al-şeri'a. Lakin yardımımız şeriatı muvafiq olsa. Nebhath an kul sabil ve kul tariq muvafiq li şeri'atin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi nusrat ikhvanina. Labud an nebhath an kul tariq ve kul sabil li nusrat ikhvanina lakin fima yuafiq şeri'atin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz nerede aciz olan kırıldaşlarımızı yardım kılıçık ki kudretimiz yetse, mağdurumuz yetse şunu kılıçımız gerek. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala yol koygan da ayrılan şey şeriat ki muhakkak halette. Khassa el-te'lim. Khususen te'lim. Enne te'allem dinen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki dinini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini öğretmemiz gerek. La nebhal aleyhim bid-du'a.
خاصة في أوقات إجابة الدعاء. ثلث الليل الآخر. في السجود. الآن أسأل الله سبحانه وتعالى بلغنا وإياكم ليلة القدر. ليلة القدر يا الله يتقصنا بزن شو أخلاقه. سلاح المؤمن الدعاء. مؤمن القرآن الدعاء. ولا نسيء الظن في الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يمن وما ما لابد أن نحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحسن ما كتب دعاء قسمنا. بأن الله لا يردنا. الله سبحانه وتعالى دعاء قيتر ما يبدأ كتب دعاء قسمنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى بلادنا سالمين غانمين، وأن ينصرنا على أعدائنا، وأن يجمع كلمتنا، وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يميتنا إلا على التوحيد، وأن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.